وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجا وحسن بيان. أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر متان، وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من سلسلة غريب القرآن. والكلمات التي سننظر فيها اليوم إن شاء الله تعالى هي: أولا بعلى، ثانيا بعولتهن، ثالثا بغتة، رابعا تبهتهم. هذه الألفاظ التي سنأخذها اليوم ولنبدأ على بركة الله تعالى. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. اللفظ الأول الذي معنا لفظ بعلى، الذي ورد في سورة الصافات في قول الله عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعلا، بعلا هذا اسم صنم. المشهور في كتب التفسير أن بعلا اسم صنم، وقيل اسم ملك، ولكن الأول أشهر، الأول أشهر. ومما قيل إن مدينة بعلبك التي بالشام الآن، هذه المدينة سميت باسم هذا الصنم. من الأقوال التي قيلت في التفسير أن مدينة بعلبك سميت باسم ذلك الصنم. هذا والله تعالى أعلم. إذن هذا هو اللفظ الأول، أتدعون بعلا، أي أتدعون صنما يسمى بعلا. هذا هو اللفظ الأول. اللفظ الثاني الذي معنا لفظ بعولتهن. أولا، بعولة جمع ومفرده بعل، وهذان اللفظان كلاهما وردا في كتاب الله عز وجل، لفظ الإفراد ولفظ الجمع، بعل وبعولة. بعل في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، إلى آخر الآية. وكذلك ورد في سورة هود في قول الله عز وجل: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إذن هذا لفظ الإفراد. أما لفظ الجمع فورد في كتاب الله عز وجل، كما في قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وكذلك في سورة النور في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. بكل اختصار موضوح، البعل هو الزوج، البعل الزوج، وبعبارة أخرى الذكر من الزوجين. إذن هذا هو اللفظ الثاني. اللفظ الثالث الذي معنا لفظ بغتة، الذي ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل، كما في قول الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وكذلك في قول الله عز وجل: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وفي قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. جاء هذا اللفظ كثيرا في كتاب الله عز وجل. بغتة بكل اختصار ووضوح فجأة، بغتة فجأة، هذا هو معنى بغتة. وزيادة في الإيضاح يقال معنى بغتة المفاجأة من حيث لا يحتسب. البغتة أي المفاجأة من حيث لا يحتسب. إذن هذا هو اللفظ الثالث. اللفظ الرابع والأخير لفظ تبهتهم. وننبه هنا إلى أن لفظة تبهتهم التي وردت في سورة الأنبياء في قول الله عز وجل: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، هذه اللفظة من حقها ألا تذكر في هذا الموضع
من الترتيب. فنحن الآن في مادة الباء ثم الغين، الباء ثم الغين، وهذه اللفظة تبهتهم، حقها أن توضع في مادة الباء والهاء والتاء. ومعلوم أن حرف الغين وحرف الهاء بينهما حروف كثيرة. فننتبه لهذا، أن لفظة تبهتهم هي في الحقيقة تدخل في مادة الباء والهاء والتاء. وإن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن لفظة بهت إن شاء الله التي سترد في المنظومة، إن شاء الله تعالى سنتكلم أكثر عن بيان معنى تبهتهم. ولكن بكل اختصار ووضوح نذكر ما قاله الناظم رحمه الله، فنحن نسير على ترتيب الناظم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، قال الناظم تبهتهم تفجأهم، فتبهتهم أي فتفجأهم. والبهت من المعاني التي تستخدم في معنى البهت الأخذ فجأة، الأخذ فجأة من معاني البهت. إذن هذا هو اللفظ الرابع، وإن شاء الله تعالى سنتكلم عنه بتفصيل أكثر في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي الألفاظ التي تناولناها اليوم، ولنذهب الآن إلى المختصر. الألفاظ التي تناولناها اليوم أربعة: أولا بعلى، ثانيا بعولتهن، ثالثا بغتة، رابعا تبهتهم. بعلى اسم صنم، وقيل اسم ملك، ولكن الأول أشهر. بعولتهن، بعول جمع بعل، والبعل الزوج أو الذكر من الزوجين. بغتة بكل اختصار فجأة. تبهتهم أي تفجأهم. مشاهدين الكرام، شكرا لكم على المتابعة، وبإذن الله تعالى ألقاكم في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعلا أراد صنما بعولة أزواجهن بغتة أي فجأة تبهتهم تفجأهم.